كما وافق المجلس على إحالة نائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تداولت أنباء عن قيام نائبة بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب بجامعة الوادي الجديد أما الأمر الثاني فقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخباريه انباء عن قيام سياده النائبه نشوى محمد رائف بارتكاب واقعه غش اثناء تاديتها امتحانات الفصل الدراسي الاول للفرقه الثالثه بكليه الحقوق انتساب جامعه جنوب الوادي ولما كانت الواقعة إن ثبتت تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب، فقد انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة لسماع أقوالها فيما نسب إليها وذلك إعمانا لحكم المادة ثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع وإعداد تقرير للعرض على مجلسكم الموقر